الله أكبر ولله الحمد. والآن أترككم مع كلمة للأستاذ والمحلل السياسي الدكتور فتحي الفاضلي، فليتفضل مشكورا. دم حفتر واللي معاه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأبدأ هذه الكلمة بالدعاء لثوار بنغازي وثوار ليبيا في كل مكان، واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. هذا المعتوه وشلته في بنغازي يستخدمون ما يسمى بالبراميل المتفجرة، والله العظيم تستعمل براميل، دبابات، مصيبة، شحنتي، هاوزر. بنغازي بإذن الحي القيوم ستنتصر ستنتصر ستنتصر. جيب قلونيات ولا جيب براميل ولا جيب الدبك اللي معاك، ستنتصر ليبيا بإذن الله. لماذا يجب أن نسقط مشروع ليون؟ لماذا؟ أولا، لم يكن هناك من حوار أصلا. كل ما في الأمر أن بعثة الأمم المتحدة كانت تبحث عن غطاء أو إطار أو واجهة سياسية أو قانونية أو اجتماعية تمرر من خلاله مشروع اقتصادي وسياسي يأخذ في الاعتبار مصالح أوروبا والاتحاد الأوروبي، ويضرب عرض الحائط بأموال وأمال وأحلام وطموحات الشعب الليبي. كانت بعثة الأمم المتحدة تبحث عن هذه الواجهة أو الغطاء أو الإطار. هذا الحوار الذي لم يبدأ أصلا هو الواجهة والغطاء الذي يريد ليون أن يوجه به ويمرر به مشاريعه. الحوار الحقيقي كان بين ليون وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا ودول المصالح، وربما مصر وأسبانيا مرة أخرى والإمارات. لم يكن هناك حوار بين الليبيين على الإطلاق ودول أخرى حول كيفية هذا الحوار والاتفاق بين دول أوروبا. كان حول كيفية تقسيم ثروات ليبيا وحول تحقيق كل منهم لمصلحته. تلك المباحثات التي سميت اليوم اتفاق، ولكن للأسف الشديد لم توقع فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ومصر والإمارات على تلك الوثيقة الاتفاق، بل وقع عليها ليبيون غير مخولين أصلا للتوقيع وغير مخولين أصلا لحضور الحوار. استخدموا كواجهة، استخدموا كمضية، استخدموا كحصان طروادة للتوقيع على اتفاق. هذا الاتفاق أصلا كان بين الدول الأوروبية واليون، ولم يكن بين الليبيين، بدليل أننا لم نتفق عليه جميعا ولا يوجد عليه إجماع. الشعب تحت مسمى المستقلين وتحت مسمى المقاطعين وعمداء البلديات، توقيعاتكم غير قانونية وغير شرعية، ولا يجب أن يتحقق على الأرض أي شيء تبعا لتلك التوقيعات. ليس ذلك فحسب، بل اتهم الطرف الأساسي، اتهم الطرف الرئيسي المخول بالتوقيع أو عدم التوقيع أنه يعرقل الحوار. ونقول إن عدم التوقيع من طرف شرعي مخول رئيسي وعدم حضور الاجتماعات العبثية، بل رفض الحوار أصلا، رفض مثل هذا الحوار الوهمي لا يعد على الإطلاق رفض للحل السلمي أو تو تثقيل الحوار والحل العسكري. مثل هذا الحوار الماهي المعد من قبل، أقول أن ذلك لا يعني على الإطلاق رفض الخيار السلمي المدني، بل يعني وبكل بساطة أن بعثة الأمم المتحدة عجزت عن إيجاد حوار وعجزت عن إيجاد مسودة واتفاق يرضي الجميع. عدم توقيع المؤتمر على المسودة لا يعني أن المؤتمر يريد الحرب والقتال ولا يريد الحل السلمي، بل يعني أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في إيجاد مسودة يرضي عنها الجميع. أضف إلى كل ذلك التدليس والكذب
والتضليل الذي مارسه اليون على مجلس الأمن وعلى الاتحاد الأوروبي بتقديم المسودة والتوقيعات وكأنها اتفاق بين جميع الأطراف، بعد أن زينها وبهرجها بتوقيعات من أطراف استضافها هو ولم يستضيفها الشعب الليبي. ولا نخون أحد ولا نشكك أحد في وطنيته، ولكن من حقنا أن نقول للإخوة المستقلين وأن نقول لعمداء البلديات وأن نقول للمقاطعين الذين حضروا حوار صخرات وقعوا: لقد أخطأتم، لقد أخطأتم، لقد أخطأتم في حق الشعب. شهداء 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 الله أكبر ولله الحمد. قالها الشهيد، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل بواسع رحمته وفي جنات النعيم أسد بنغازي الأبية الشهيد محمد العربي عندما قال: نحن كرامتنا واحدة وهي كرامة 17 فبراير ومفيش بعدها كرامة. والآن إخواني، هناك كلمة باسم مؤسسات المجتمع المدني يلقيها الدكتور الطبيب عبد المنعم الشامس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني أخواتي إخوتي، أنا لست متعودا على الظهور في المنابر وفي الأعلام، ولكن قد وصلت الأمور إلى ذروتها بأن نخرج ونتكلم. وأنتم تعرفون من صفات المجتمع الليبي هو السلبية ودائما الظهور وراء الكواليس وبقائهم، ولهذا اليوم صراحة لملمت كلماتي مبعثرة مع إخوتي لكي نخرج بكلمة نسأل الله أن يوفقنا فيها. الكلمة نبدأ عن مؤسسات المجتمع المدني وهي مقتضبة وصغيرة، وأخرى رسالة إلى المجتمع المدني في الداخل والخارج والمجتمع الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من أن دور المجتمع المدني غير الحكومي هو دور الشراكة وتكامل مع السلطة الرسمية الحاكمة في جميع الجوانب، وليس للدولة بسط السيطرة على هذا المجتمع بأي شكل كان، وذلك لكي يكون المجتمع قوي وفعال ويعتمد عليه في تأسيس دولة قوية. وأن الواقع الحالي لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا هو واقع مريب ومعيب دون قانون ينظمه أو إدارة تضبطه، وقد وصل الأمر لأن تكون بعض هذه المنظمات أعضاء مؤسسين لحزب سياسي، والبعض الآخر كان معول هدم لدولتنا عن طريق قيام هذه المنظمات بتنفيذ أجندات ومآرب خارجية. ومن هذا المنطلق نود توجيه رسالة إلى المؤسسات المجتمع المدني بالداخل والخارج، وهم زملائي وأنا عضو في إحدى المؤسسات المجتمع المدني، وإلى المجتمع الدولي. نود التوجه برسالة إلى المجتمع المدني الليبي بالداخل والخارج بأن من شارك في مهزلة الصخرات والتوقيع على مسودة الخيانة والعار ممن يصف نفسه بالنيابة عن المجتمع المدني باختياره أو من اختيار الخبيث برناندينو ليون، وهنا بين قوسين من أحد مؤسس ممثلات نهاد ميتيك، أن هذه النيابة باطلة وكذلك المشروع الذي مثلته هذه النيابة. كما نتوجه برسالة أخرى إلى المجتمع الدولي بأن الليبيين مجتمع مسالم، مجتمع حضاري ومضياف له توجهات للمسالمة وتوجهات للمصالحة، ولكن ليس على حساب كرامته وعزته ومبادئ تورته. ولهذا نحن مؤسسات المجتمع المدني عند قيامه وفق المبادئ والمعايير التي تنظمه على أتم الاستعداد للعمل مع أي مكون من الداخل أو الخارج لبناء دولة حديثة، دولة ليبيا الحديثة، ليبيا القانون، ليبيا العدالة، ليبيا الحرية.
وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤسسات المجتمع المدني، وشكرا. برنادينو برنادينو برنادينو، ارحل ارحل يا ليون، ارحل ارحل يا ليون، ارحل ارحل يا ليون، ارحل ارحل يا ليون، ليبيا 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 ليبيا، لا لا للحوار، لا لا للحوار، لا لا للحوار، مع التوار يد بيد، مع التوار يد بيد، مع التوار يد بيد، يد بيد مع التوار، نحن ليبيين أحرار، نحن ليبيين أحرار، نحن ليبيين أحرار، ليبيا نبيها، ليبيا ليبيا، لا لا ما زال أعلى منك، ليبيا ليبيا. الله أكبر ولله الحمد. الآن أترككم مع هذا الشعر والأخ محمد بن زيتون فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أولا عندي تعريجة بسيطة على المسودة نتاع اليون هذه اللي توقعوا عليها مجموعة كبيرة من المتخاذلين والمستسلمين. الحقيقة وضعها في سيناريو حفتر يقترب من حكم طرابلس. الذين وقعوا طواعية على سك استسلامهم المحسوبون على فجر ليبيا منهم النواب المقاطعون، وهؤلاء وحدهم استفادوا بوضع خطوة على طريق العودة ورأب الصدع وأنهاء حالة الطلاق المعقد. وقد صدق من قال كانت لهم عين هنا وعين هناك، وإنما تركوا مجلس النواب خجلا من قواعدهم الانتخابية ومدنهم المحسوبة على فجر ليبيا كذلك. والذين لم يذهبوا للحوار ولم يتتلوا لدعوة ليون المشبوهة، وبالطبع لم يوقعوا، ومنهم البطل عبد الرؤوف المناعي والآخرون، والذين لم يعترفون بوجود جسم مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية، وهو لا شك على رأس قوائم طويلة معدة سلفا للتصفية أو السجن المعبد في أحسن الأحوال مع كل المحسوبين على فجر ليبيا وطيران الجروشي جاهزة كالعادة. الآخرون من أحزاب ومستقلين ومنظمات المجتمع المدني صدقوا وعود المبعوث الأممي بمنحهم مناصب وغيرها من مزايا، ولعلهم ظنوا أن المصلحة الوطنية قضت بالتوقيع على صك ليون الأخير. رؤساء البلديات والذين حاوروا ووقعوا سواء بحروف أو غيره ظنوا أنهم ممثلون للشعب الذي اختارهم عبر صناديق الانتخاب مثل النواب، ينتظرون مزايا وتمديد لأعوام قادمة لحكم أشمل من البلديات ومستقبل سياسي أفضل، ولا يهمهم ما يحصل وأن تسلط حفتر أو غيرها على هذا الشعب. خاب أمل الموقعين في تعديل المسودة الموقع عليها بعد إعلان المبعوث الأممي صراحة في تقريره لمجلس الأمن إن الملاحق لا تعني شيئا، وإن الملاحق لا تعني شيئا حيث لا يمكن مخالفة النص الأصلي فأي إضافة ممكنة. الأحزاب الموقعة ونحن نفترض حسن نية عموما يجب أن تستعد لسيناريو مثل ما حدث في مصر وما أدلى به السيد محمد البرادعي المخضرم سياسيا ودوليا يضع النقاط على الحروف للجميع، وخاصة حزب الأخوان العتيد غريم السيسي اللدود الذين بقوا على عهدهم المؤتمر والمحسوبين على فجر ليبيا في المنطقة الغربية والجنوب وغيرهم، ستوجه لهم عقوبات مختلفة بحجة الخروج على أجماع طوائف الشعب الليبي. وقد يتطور الأمر لحصار نفطي ومالي واقتصادي وبحري شامل بحجج مثل مكافحة الهجرة وصد المجموعات الإرهابية لتنظيم الدولة، وما الفصل السابع إلا بعض أسلحة الغرب الجاهزة والدول ذات المصالح
في النفط وغيره. أعضاء المؤتمر قد يتم لجوءهم لتركيا وقطر وبعضهم لتونس، أما الثوار والذين صدوا الانقلاب وأدواته المحسوبين على فشل ليبيا، وحتى الذين رفعوا شعارات الثورة عاليا بالصوت والصورة، وحتى كل من رفع راية الاستقلال سيحاسب بعد فرزه من قبل صحوات طرابلس، من قبل صحوات طرابلس، وسيستبدل اسم ميدان الشهداء إن شاء الله لن يكون ذلك، ولكن هذا هو السيناريو المتوقع. سيسمى ميدان الشهداء إلى ميدان الكرامة، هذا الذي يحلمون به، لن يكون بيد الله، ولكن هذا هو المتوقع، هذا هو السيناريو الذين يجهلون من وقعوا على هذه المسودة. هذا هو المصير الشعب الذي يريدونه، هذا هو الليون الذي يخطط له بلعبة هذا الحوار، اللعبة الحوار الذي قلنا عنها طويلا إنها لعبة، وأن هذه المسودة مهزلة، وسيعض الذين وقعوا على ليبيا، ما تخاف عليها ليبيا، ما تخاف عليها وسيعض الذين وقعوا على المسودة الأخيرة المعدلة على أن يملهم ندم، حيث لن ينفع الندم. لن نحيد عن المبادئ، لن نحيد، نصرنا ليس بعيد، لن نحيد قسما بدم الشهيد وبالصمود والنضال، نحن للوطن جنود، نرفض وهم ليون رأيه ليس سديد، خطط فيها تآمر الظلم والقهر يعيد، الحرب خدعة بالحوار خداعهم دوما يزيد، لن تهون دماؤنا أردنا اليوم عنيد، لن نفرط في الحقوق، لن نعود للقيود، لعبة هذا الحوار طمع الغرب نفود، نقول لا وألف لا بزمجرات كالرعود، ونرضى بحكم القضاء، الله يفعل ما يريد، والسلام عليكم. منصورين بعون الله، منصورين بعون الله، منصورين بعون الله، منصورين بعون الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخواني أخواتي، يكون من هو صائم هناك إفطار بعون الله بعد صلاة المغرب للصائمين. والآن أترككم مع كلمة لأحد شيوخنا الأفاضل الشيخ محمد البوسيفي. أرفع راسك فوق، أنت ليبي حر، أرفع راسك فوق، أنت ليبي حر، حرائر ليبيا. بارك الله فيكم، تحية للأحرار وللحرائر، كل عام وأنتم بصحة وعافية وإلى الله أقرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تحيتنا إلى الأحرار في ميادين الثورة وإلى الحرائر، تحيتنا إلى حرائر ليبيا في كل ميادين الثورة، تحيتنا إلى أحرار ليبيا في كل ساحات وميادين الثورة. نحيي من خلالكم مجاهدي مجلس شورى، مجلس مجاهدي درنا، نحيي من خلالكم وباسمكم مجلس ثوار مجاهدي بني غازي، نقول لهم لستم وحدكم، نحن الحاضن لكم، نحن نؤيدكم ونؤازركم، ولا تلتفتوا إلى أحد. نعم، الثوار يد بيد، نعم،
اليوم عندنا رسائل متعددة بعدما أن نكمل تحيتنا إلى كل ثائر شر إلى كل ثائر حر شريف عندما نقول ثوار أراه نقصد الشرفاء الصادقين الوطنيين الملتزمين هؤلاء عندما نقول ثوار لا يفهم أحد في العالم ولا داخل ليبيا أننا نقصد كل من هب ودب هناك في الثورة من لبس لباس الثورة وسرق وتسلق وارتكب الأخطاء من خلالها وشوهها هؤلاء نتبرى منهم بل ونرفع عقيرتنا عليهم رسائلنا الأولى إلى ليون اليوم قبل قليل كانت هناك في الخبر العاجل في أحدى القنوات أنه يطالب المؤتمر الوطني بتقديم مرشحين لحكومته المرتقبة التي يسميها حكومة الوفاق ونحن قد رفضنا هذا كله فلماذا هو ما زال يراوغ أيضا يدعو المؤتمر لمناقشة أفكاره التي طرحها نحن قلنا نرفض جملة وتفصيلا مشروع ليون بل ومعه مشروع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأننا أصبحنا نشك في كل تصرفاتهم مرفوضة مسودة ليون مرفوض مشروع إن شاء الله مرفوض مسودة ليون ومرفوض معها مشروع الأمم المتحدة في ليبيا ومرفوض الحوار الذي بدأه اليوم في غدامس وانتهى به في الصخيرات لن يحضر المؤتمر بعون الله سبحانه وتعالى ولن يحضره الشرفاء ولن يوقع عليه لأنها مؤامرة ضد بلادنا وضد شعبنا وضد مواردنا ومصالحنا نحن لن نفكر يا مستر ليون في أفكارك اللي طرحتها لأننا تتبعنا أفكارك في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي فلسطين تتبعنا أفكارك ورأينا أنك ماسوني صهيوني فلن يأتي منك خير للعرب والمسلمين بل نحن نشك أن من أجدادك من كانوا ينصبون المشانق في عندما فيما يعني عندما تم استعمار الأندلس في محاكم التفتيش بارك الله فيك نشك أنك أنت سليل محاكم التفتيش ثم أنه يطالب المؤتمر بمناقشة أفكاره منذ متى كان يحسب هو للمؤتمر حساب ألم يقف ضدنا عندما قلنا له تعالى اجلس معنا في المؤتمر الوطني تكبر ولو لم يكن هناك إرادة قوية عند رئيس المؤتمر والشرفاء في المؤتمر لما وصل إلى مبنى وإلى ردهات المؤتمر رفض أن يجلس معنا اليوم يقول فكروا في أفكار يعني فكروا في الأطروحات اللي قدمتها اللي قدمتها مرفوض go out اليوم نعم برناندينو go out قلناها قبل 52 جمعة نحن نعلم أن هذا اللص الخسيس هو عبارة على جاسوس مخابرات أممية دخل ليشق الصف ونعم إنه شق الصف ولكنه صف المؤمنين لا ينشق رسالتنا إلى الذين
يريدون تحجيم النزاع بين المدن أو المناطق مثل ما كانوا في بداية فجر ليبيا، يقولوا هذه نزاع مسلح بين مصراتة والزنتان، وقلنا لهم أن هذا ليس بين مصراتة والزنتان، بل هو بين أعداء الثورة وبين الثوار الشرفاء، يعني حرب على أعداء الثورة مثل ما يحاول أعداء الثورة أن يحاربوها. لقد أوضحنا منذ أول يوم لفجر ليبيا أن الحرب على الفساد، أن فجر ليبيا جاءت تحارب الفساد والمفسدين في كل المناطق وتردع الانقلابيين وسراق السلطة. حتى عندما حاولت بعض المدن أن تبدل أسرى بين بعضها نحن استنكرنا هذا. لما يديروا الآن في المصالحات الوهمية الكاذبة نحن نستنكر هذا. عندما داروا الهدنة الكاذبة في كبر السواني مع عمر تنتوش وعصابته نحن استنكرنا هذا، لأنه ليس حقيقة، ليس هدنة وليس مصالحة، إنما هي كسب للوقت. الآن هناك في المنطقة الشرقية من يفكر في الضغط على مصراتة باش تمتنع على دعم الثوار. هذا الكلام اللي هم حاولوا أن يخلوا أن المسألة بين المناطق، لا، هي مسألة ثورة. احنا ما عندناش حرب أهلية،